طبعا اليوم في مسار على 126 كيلو متر انطلاقا من البوليدة مرورا بتيبازا العفر المزايا شفا. السيطرة دائما لنصر دبي الاماراتي مع زكرمان لوكا الذي احتفظ بالقميص الاصفر رغم هذه الاجواء المناخية الصعبة، الى ان الاميرة الصغيرة هكذا يسمونها جلبت كل هذه الاعداد من الجماهير التي شاهدت السباق. هنا نشاهد طبعا جبال الشريعة وهذه الاجواء المميزة والثلوج ايضا. طبعا هذا ما لدينا في حصادنا